مايير كما قالت بربري عبد شكور عدين اياه الكقادستي سوميس كسارنتاي وكما ننك اللقو بديلي نقون دونا مايير كما قالت بربري حرونتا قبل كساحي تضبيو طبانك بيشا اكتوبر وفوضي نقصو هاي سمحا كدعي كارق قولها ديگان كاي مقالة بربري حقو ميهي ماها اوا نقصو هلاي لو حقو قالها ايا نكوغولا وداقي دونا واربحين تنوحنا اي نكوفلاقين دونا قوضو باداسي اي نحق دنبكو سو شاقناي حلبانادا قولها ديگان كاي مقالة بربري ايا وحا اي كوغان تاميا وسارة دار ريمها قوده اي جمهورية دا سومالي لان تاسيو اي كدران سانيان اي كالافردق او قولاتو سيأي وفضل توحيل كقادس تماير كمقالة سيئة ومدسو جوغي دادك ديغان كناي كتير سنيان قبوط فاللوفر بادن مسترعيدين ايا داد بادن وحا اي كتابان ايا وحستابا مرين يهرو مرلاان وكو سمي اي مقالة بربراي حارون تا قبل كساحيل انكستو اي چران دادك عرقت دوان وواركين وهرو مرقار سيئة هلك قادس تلا معمولا يو ما يرعدين ايا وحا اي سارن تهي داوها وحا نحل دبا ندقار كمي دووا نلاح ريدنا اي نو حقيتي تطوي يطوان كبشا اي قادي دونان تلابا دا لباح الليبان او كتر سنقولها ديگان كا اي مقالة بربرا ايا لوبا دين ايا مدونين اي دوران دونان حدي وصورتا قلو موشين كا اي هلك كاقا قادا ايان ما يرك مقالة بربرا وانا رجع إرجاد وجو شراها إن أي كلفدق أو قلعته وسارة دارهمها جودها يتشمورية السومالي لان عبد الرشيد محمد يوسفي أحمد علي عينباه أي أقود الرينا يتشجدا وكفر يوم ماير كمجالة بربراه عبد شكور عيدين بلشاد قبل كساحل أي إلقاركو هايسا وقلعان شاها كلفدق حلبا نذا قلعها ديگان كمجالة بربراه يسيدو كلتا اللابدا أي قادي دونان taniyo ayaa miisan yihiin inay horumar ku gaarayaan kagana nasanayaan gabood falla badan oo ay ka tirsanayaan masuulka iminka xilka haya wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xayiraad saartay kala fadhiyada deegmooyinka Soomaaliland ayaa iminka la filaya in ay arintaasii wax ka bedesho iyadoo xildhibaanada qaar ka mid ah oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay degmooyin kala duwanaana ay noo xaqiijiyeen in aanay xaq u lahayn in ay xayirto wasaaradda arrimaha gudaha kala fadhiyada degmooyinka sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal iyo mooshinka ay wataan xildhibaanada golaha deegaanka badidoodu ayaa waxa ay doonayaan inay fuliyaan 17ka bisha Oktoobar oo fooday nagu soo haysa mas'uulka uu ku aadan yahay ayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka wada waqtigan haadirka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi uu ku difaacanayo kursigiisa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.